مصطفى، إذا سمعت إشاعات خبر إذا مرض مصطفى هيمون بكوفيد 19، هل هذا صحيح مصطفى؟ ان شاء الله مصطفى هيمون في كل مره يعني يشوفوا دعايات اشاعات يطلقوهم على فنانين، يعني وش رايك حول هذا الشيء؟ يعني شوف بزاف والله خطره هي نقول دعايات بزاف اللي صارت فلان مات فلان واسا ولا عارفين بلي راهم مقلقين علينا هاد الناس الله يموتوا لا ربي يطولكم في عمركم ان شاء الله مصطفى. والله والله الحمد لله يا ربي وش ولادنا طلبوا لهم الهدايه ما نقول لهم والو هاد الناس طلبوا لهم الهدايه برك يعني والله العظيم شيء غاية يخلعوا في الناس يخلعوا في هذا فاميليا كاع تليفونوا لي كاع صحابي وكاع الغاشي تاعو لي فان ومساكين قاعدين تليفونوا لي والله لا ما جاياش كاع ما جاياش والله أكيد. الحمد لله يا ربي وحنا رانا في صحة جيدة والحمد لله يا ربي كما يقول لك رانا دايرين كما يقول لك كما وحنا رانا نوجهوا الناس ما نقول لهم يديروا الوقاية ويديروا منا ودير وش هما النصائح اللي تمدهم مصطفى حول الوقاية؟ الوقاية إن شاء الله الوقاية خاطر الوقاية هي كل شيء خاطر على الإنسان يكون واقف مع روحه ما يخافش أكيد أكيد مصطفى، أكيد أكيد. لكن أنت لما تلقيت هذا الخبر يعني أنت وش قلت مع روحك؟ أنا والله لا ضحكت شكيت في روحي عم نتمنى والله شكيت في روحي نتمنى الشفاء العاجل أكيد لخونا حكيم الذكر والله اللي حكيم راهو. ذكر إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يطول عمره وإن شاء الله يا ربي يشافيه إن شاء الله والناس اللي مرضوا كاع الله يشافيهم ويشفى من عند ربي سبحانه الله يطول في عمرهم إن شاء الله واللي ماتوا الله يرحمهم الله يوسع عليهم ان شاء الله يكونوا من اهل الجنه ان شاء الله يا ربي إن شاء الله أمين. امين. كان تواصل ليك مصطفى مع حكيم؟ حكيم ذكر؟ ما عنديش التليفون تاعها وش ولا درت لها هكا واحد في ستاديو هكا كيما يقول لك نطمنوا على خونا ذكر وان شاء الله نطلبوا لها الشفاء ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الشفاء العاجل اكيد لحكيم ذكر وكاع المرضى مساكين كاع المرضى وكامل المرضى اللي راهم في المستشفيات اكيد وكاع مصطفى. المصابين ان شاء الله نطلبوا لهم الشفاء ان شاء الله يا ربي يا الوالدين هذا مكان ان شاء الله ان شاء الله. شوفي المرض ما يقتلش الاجل هو اللي يقتل اكيد 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 كل واحد مكتوب عليه الاجل كل ديالو واحد مصطفى عليها وكل واحد هذه يا اختي وحنا رانا الحمد لله يا ربي وكما يقول لك بيان وكل شيء نطلبوا من الناس هذو يا ربي يهديهم ونسلم على لي فانتو اللي سقساو عليا وخافوا عليا وتولوا عليا ونقول لهم ان شاء الله ربي يطول عمركم وان شاء الله ربي يحفظكم وربي يبعد علينا هذا كما يقول لك يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله امين ويرزق البركه في بلادنا وفي هذه الامه العربيه والمسلمه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك مصطفى على هذه المداخله شكرا لك وربي يطول لك في عمرك ان شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك الله يسلمك.